طيب، طب خلينا نروح لقطر كده. معانا زميلنا طبعا الناقد الرياضي احمد اويس من قطر من الدوحه، يكلمني على اجواء ما بعد المباراه. استاذ احمد مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. هارد لك، هارد لك طبعا خروج المنتخب المصري. انا اكتر حاجه الماني الحقيقه الجماهير المصريه اللي كانت منوره المدرجات، ما كنتش احب ابدا ان هم يمشوا زعلانين. طبعا الحال الوضع يعني الجول جه في توقيت قاتل، فطبعا حاله حزن كبيره جدا جدا بين الجماهير المصريه. والحقيقه المباراه انا طول الوقت كنت شايف ان هي بتلعب على تفاصيل صغيره، فالحقيقه يعني من اول مباراه وفريق المنتخب تونس بيلعب على الكرات الثابته، فما كانش ينفع خالص نيجي في الدقيقه 95 ونعمل فاول في الحته دي. الحقيقه انا ما اعرفش يعني، هل اللعيبه مش واخده بالها؟ هل الجهاز الفني مش واخد باله؟ ماتش لعب على تفاصيل صغيره، والحقيقه لا يوجد يعني مفيش حاجه في الماتش تتقال، فرقتين كانوا اسوء من بعض الحقيقه. مفيش كوره، مفيش جمله تكتيكيه، مفيش حاجه خالص. انا قاعد في الملعب مش شايف حاجه يعني، الملعب مفتوح، الفرقتين خايفين من بعض، كل فريق واقف مستني الثاني يروح له. الحقيقه المباراه يعني على مستوى الكوره مفيش كوره، هي خطا طبعا غير مقصود اكيد من عمرو السوليه، والحقيقه عمرو السوليه نجم البطوله، فالحقيقه يعني هو على طول النجوم كده لازم تحصل حاجه. لا لا لا، بص دي قصه الاون جول دي، الحمد لله يعني قصه الاون جول دي، ده باد لك، ده سوء توفيق يعني، ده لا ينفي الحقيقه انه عمرو واحد من الاجادو طبعا، ولكن مش ده همنا يعني. لا هي كانت حتى لو وصلنا لتحقيق البطوله دي، صدقني كان يهمنا اكتر ان احنا نطمن على مستوى المنتخب وعلى تطور المستوى بتاع المنتخب مع مستر كيروش قبل ما نروح لكاس عالم ومواجهه وكاس امم افريقيه. ده كان الهدف الاساسي. وهنا خليني اسالك، انطباعات الناس ايه والجمهور ايه عن الشكل اللي ظهر بيه المنتخب في البطوله؟ يعني الناس حاسه ان المنتخب راجع، ان المنتخب مع كيروش ماشي كويس، ولا الناس مش راضيه قوي عن الاداء بعيدا عن النتائج يعني؟ هو الحقيقه النهارده اول مره كيروش يبدا بالتشكيل اللي هو الناس كلها كانت متوقعاه، باستثناء ان هم كانوا عايزين محمد شريف بدل مروان حمدي، ولكن هو عنده قناعه كامله بمروان حمدي بسبب الالتحام وحاجات كتير قوي. فالتشكيل بدا بالطريقه اللي هو عايزها، اللي عايزها كارلوس كيروش الجمهور، ولكن الحقيقه حصل عدم توفيق الشوط الاول، وقرر يغير، خرج قفشه ونزل محمد شريف، وقعدته بيلعب شريف في مركز الجناح برضه. الحقيقه علامات استفهام كبيره على فكره مشاركه شريف في الجناح، انا يعني انا نفسي مش عارف ليه يعني، ليه حتى لما قرر يطلع مروان حمدي قرر يلعب اسامه فيصل، اسامه فيصل يعني حتى ما خلاش محمد شريف كمان، محمد شريف راس حربه. فالحقيقه يعني تفاصيل كتير، اعتقد ان هو لسه كارلوس كيروش في مرحله انه بيجرب، ونتمنى بقى ان تنتهي مرحله التجارب هنا، لانه هينضم له لو كاس الامم الافريقيه اقيمت هينضم له المحترفين، وخلاص تنتهي مرحله التجارب تماما عند النقطه دي، ونبدا بقى نلعب بتشكيلنا الاساسي. واعتقد انه في مجموعه كبيره جدا مش تبقى موجوده مع المنتخب حتى في كاس الامم، والجزء اللي قدام كله اعتقد انه يبقى كله محترفين يعني. المجموعه اللي قدام هيبقى موجود صلاح، موجود تريزيجيه، وموجود مرموش، وموجود مصطفى، وموجود احمد ياسر ريان، موجود كوكا. فاعتقد المنطقه اللي قدام اللي هي اصلا احنا عندنا فيها مشاكل، فاعتقد ان المحترفين هيحلوها شويه. بتكلمني على اللي جاي، ان النهارده في مباراه طبعا بين قطر والجزائر، الماتشين اللي بعد ماتش النهارده مفترض ان هم يتلعبوا امتى؟ وكده احنا الارجح من وجهه نظرك هنلعب مع مين، مع قطر ولا الجزائر؟ وانت تفضلها مع مين اساسا؟ لا ما خلاص يعني ماتش ثالث ورابع انت عارف بيبقى ماتش دمه تقيل يعني. ما هو هنكمل بقى تجارب يعني، بجمله التجارب نكمل تجارب بقى. حتى بعض البطولات لغت مباراه الثالث والرابع، ولكن عشان في جوائز ماليه في البطوله، فهم لغوا جائزه في مباراه الثالث والرابع، احنا هنلعبها يوم السبت الساعه 1 الظهر في نفس الملعب اللي هو 9-7-4 اللي بنلعب عليه النهارده. المباراه النهائيه هتبقى في استاد مدينه البيت يوم السبت الساعه 6، ومحدش عارف فرص الفريقين الجزائري والقطري متساويه. المنتخب القطري تطور جدا، المنتخب الجزائري قوي جدا، وشفنا في لقاء قدام منتخب المغربي القوي، فالحقيقه مواجهه قويه ما نقدرش نتوقع مين هيكسب، ولكن انا بتوقع المنتخب القطري ممكن يكسب، وهياخد يعني هو هيبقى حامل لقب البطوله بسهوله يعني. تمام، استغل وجودك في الدوحه وتطمني على حاله علي معلول، هو ما شاركش في ماتش النهارده طبعا، نعرف منك اخر تطورات حاله علول وكده. علي كان بيسخن النهارده من الدقيقه، من بدايه الشوط الثاني هو بيسخن،
ولكن واضح انه لسه الاصابه موجوده. هو كان فكره انه شارك في التدريبات وبتاعه، هي كانت واضح انها كانت فكره تخويف للمنتخب المصري مش اكتر. ولكن اعتقد ان علي مش هيشارك في البطوله خالص، وانضم المعسكر الاهلي بعد نهايه المباراه النهائيه يوم السبت ان شاء الله مع نجوم منتخب مصر، نجوم الاهلي اللي هينضموا. واعتقد ان بدر بانون كمان، بدر بانون موجود، ما اعرفش هل بقى في الدوحه ولا موجود القاهره. هينضم المعسكر الفريق اللي هيصل يوم الجمعه. والحقيقه بدات الجماهير المصريه من امبارح الاستعداد لاستقبال النادي الاهلي، والمباراه هتتلعب استاد احمد بن علي، استاد رائع، والاهلي لعب عليه كاس العالم للانديه مباراه. فاعتقد انه ان شاء الله جمهور هنا في استقبال النادي الاهلي عشان يحقق بطوله ويعوض الخساره اللي حصلت للمنتخب في كاس العرب. انا بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق لمنتخبنا في بقيه مشواره في البطوله، و نكمل التجربة لغاية آخرها، وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يعوض الجماهير المصرية بإذن الله مع مشاركته في الدوحة برضو إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي زي النهاردة كده في سوبر أفريقيا. رأيك في كلام أحمد؟ شكرا جزيلا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد عويس طبعا ناقد الرياضي.